كتير ناطرين يمكن تخف درجات الحرارة، ويمكن مرقنا بأيام جدا صعبة بارتفاع درجات الحرارة وصعوبة يمكن تبريد الطقس لأسباب مختلفة سنة كلياتنا بنعرفها. شو درجات الحرارة بالأيام القادمة، وهل في انخفاض بدرجات الحرارة؟ رح نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل مع المتنبئ الجوي حسان جردي. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كلياتنا ناطرين الاخبار وناطرين تقلنا في انخفاض بدرجات الحراره. خلينا نبدا اول سؤال بدرجات الحراره بالايام المقبله، كيف حتكون؟ هلا في انخفاض بدرجات الحراره، بلش من نهار الخميس والاجواء الحاره بلشت تتاثر بشكل تدريجي على المنطقه. من يوم الخميس الماضي اليوم الانخفاض راح يكون اكثر من امبارح نتيجه تقدم كتله هوائيه معتدله وتراجع تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، فبيؤدي إلى انخفاض أكثر بدرجات الحرارة واستمرار الانخفاض تقريبا حتى نهاية هذا الأسبوع، مع أجواء رح تكون أجواء صيفية عادية يوم الاثنين القادم، لأنه يوم الاثنين رح تكون هي ذروة الانخفاض ورح تكون الحرارات في معظم المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية أقل من معدلاتها بقليل من شهادة الفترة الأخيرة. يعني استاذ حسان الاسبوعين اللي مرقوا كانوا كثير صعبين وفعلا مثل ما بيقولوا قبل لهب، لكن اليوم سؤالنا هل ممكن نحن ايام قليله وبندخل بشهر ايلول هل رح نشهد موجه حر مثل الايام اللي مرقت؟ لا موجه الحر اللي تاثرنا فيها اخر شيء كانت هي اخر موجه تقريبا هي بفصل الصيف واشد موجه، ومن ناحيه المده الزمنيه وارتفاع درجات الحراره. هلا في نهايه الاسبوع في ارتفاع بدرجات الحراره، ولكن ما رح نوصل لمرحله موجه حاره نفس الموجه اللي تاثرنا فيها، رح تكون اجواء حاره نسبيا حرارات اعلى من المعدل ان كان بشهر ايلول او بفصل الخريف اللي نحن هلا صرنا بالجزء الاخير من فصل الصيف لحتى نستقبل فصل الخريف ب 21 ايلول. نعم. بشكل عام مثل ما قلت لك انه الارتفاع بدرجات الحراره هلا خلصنا منه هذا الاسبوع، اليوم رح تستمر الحراره بالانخفاض، ذروه الانخفاض هو نهار الاثنين، حراره ادنى من المعدل، اليوم الحرارات من 1 إلى 3 درجات مئوية أعلى من المعدل، أجواء صيفية عادية، بينما نهار الاثنين راح تكون أجواء صيفية معتدلة إلى عادية مع فرصة لهطول أمطار بالمنطقة الساحلية تحديدا على شكل زخات عشوائية من المطر، والأجواء بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية راح تكون أجواء حارة نسبيا نوعا ما. خلال ساعات الليل راح تكون الأجواء بمعظم المناطق معتدلة ومائلة للبرودة نوعا ما، خلال ساعات الصباح الباكر بالمرتفعات الجبلية بالقلمون بالمنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى هناك فرصة لتشكل ضباب خفيف بالمنطقة الوسطى، أما الرياح تكون غربية شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات عم تنشط بعد الظهر، بتتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان يوم الاثنين 60 كيلومتر بالساعة، اليوم الهبات عم تكون تقريبا من 50 ل 55 كيلومتر بالساعة، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 27 درجة مئوية. بتستمر معنا هيدي الأجواء حتى يوم الثلاثاء، الثلاثاء ما في تغيير بالنسبة للأحوال الجوية، بتظل الحرارات أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، والأجواء صيفية عادية بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، أجواء عم تكون حارة نسبيا وصيفية بالإضافة إلى الأجواء السليمية الموجودة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. بتستمر معنا هيدي الأجواء حتى يوم الأربعاء نهاية الأسبوع، بتميل الحرارات للارتفاع لتتحول إلى أجواء تكون نوعا ما من أجواء صيفية عادية إلى أجواء حارة نسبيا بمعظم المناطق يوم الخميس والجمعة القادمة. بشكل عام يعني ما فيها التغيرات خلال هذا الأسبوع، أجواء رح تكون أجواء بنشعر فيها بأجواء طقس الخريف، أجواء عم تكون حول المعدل وأدنى من المعدل مع احتمال الأمطار، وبالليل ببعض المناطق تحديدا بالمناطق الجبلية رح تكون الأجواء نوعا ما مائلة للبرودة، يعني اجواء طقس رائع هيدا الاسبوع بيختلف تماما عن الاسبوعين الماضيين اللي تاثرنا فيهم. نعم. يعني استاذ حسام بدنا نتشكرك كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها هون، وان شاء الله يا رب بتكون الايام القادمه يمكن اقل حراره لانه كثير من الناس تعبت، كبار السن، الاطفال، الرضع، ان شاء الله يا رب بتخف درجات الحراره تدريجيا وتكون بحراره معتدله. كل الشكر لك وبدي اتمنى لك بقيه نهار كثير حلو. شكرا. يسعد صباحك.